السلام عليكم. ما زلنا عند الجزء الثاني حول بيع وشراء النحل، مواصفات وشروط ومقاييس شراء النحل، أساليب وطرق الغشاشين في بيع وشراء النحل. لا نطول عليكم، فأنتم مع الجزء الثاني. ننتقل الآن إلى الخلايا الحديثة. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الخلايا الحديثة؟ ما هي الشروط التي يجب على الأخ النحال، على الإبن النحال، على الأستاذ النحال، على الزميل النحال أنه يراعيها عندما يريد أن يقتني أو يشتري خلايا حديثة مليانة نحل؟ هناك عدة شروط أتمنى وأرجو من الزملاء أن يلاحظوها عند شرائهم لخلايا نحل حديثة لانجستروث. بالنسبة للخلايا الحديثة، سهلة الحادث الفاحص، سهلة التقييم بكل سهولة مباشرة بعدما أتأكد أن الكثافة النحلية ممتازة، وأن النحل أو أن الطائفة أو الريش يغطي الإطار اللي أرفعه، فالأمور عندي تمام. أنطلق مباشرة للملكة من خلال الخلية الحديثة، من خلال الفحص مباشرة ألاحظ الملكة، أستطيع الحكم على الملكة إذا كانت نشيطة من خلال قوة التحضين، من خلال توسعها في التحضين، من خلال قوة الطائفة. كذلك ممكن ألاحظ الملكة وهي على الإطار من خلال حركتها، سلامتها، سلامة الأجنحة، سلامة الأقدام، سلامة الأقدام سواء الأمامية أو الخلفية يجب أن تكون سليمة. ملاحظة قرني الاستشعار، إذا أحد القرنين غير موجود مباشرة لا أريدها لأنها أصبحت انتهت، قد تكون تعرضت لحادث أو لمشكلة معينة فقدتها هذا القرن حديثا. فلذلك الملكة وملاحظتها يعتبر من أهم الشروط اللي نوصي بها دائما زملائنا وأبنائنا وأخواننا الذين يرغبون في شراء خلايا حديثة. فالخلية الحديثة عملية التقييم وإصدار الحكم عليها سهلة جدا، عكس الخلية البلدية اللي صعبة ويلتفها نوع من الغموض، وهناك عدد من المشاكل سنتطرق إليها إن شاء الله في باب المشاكل. لكن الخلية الحديثة أقل بالمشاكل، ويمكن ملاحظة الملكة وملاحظة نشاطها، ونحكم على النشاط قلنا من خلال كمية إنتاجها. فهذا أمر بسيط، وعلى المشتري مراعاة الملكة ومراعاة حركتها ومراعاة سلامتها وسلامة كل أجزائها من الأجنحة والقرني الاستشعار والأقدام، يجب أن تكون كلها متوفرة في الخلية. ما لم أنصح شخصيا إذا كانت الملكة فيها مشكلة أن يبتعد منها حتى وإن كان سعرها مناسبا. كذلك على النحال اللي يرغب بشراء الخلية الحديثة أن يرائي الأمراض الموجودة داخل الخلية من خلال الفحص. يجب أن تكون الحضنة سليمة، يجب أن تكون خالية الخلية من الفروة، لا يوجد هناك في هذه الخلية حضنة صلاة، لا يوجد في هذه الخلية ما يدل على أنها مصابة بالأكارين أو مصابة بالنيوزيما. يجب أن تكون الخلية خالية من الأمراض، وهذا على النحال المتمرس أنه يلاحظ من خلال فحصه للخلية. فالخلية الحديثة واضحة، يجب أن يستطيع الحكم على هذه الخلية أنها جيدة من خلال الحضنة ومن خلال مدى ارتصاص الحضنة ومدى ترتيبها ومدى تغطيتها للإطارات. كذلك يلاحظ خبز النحل مدى توفره، مدى توفر الأسل، مدى قوة الملكة في وضع البيض وتناسق البيض وعدم أن لا يكون متفرقا البيض. يجب أن يكون البيض بطريقة متكاملة في الخلية، حضنة بيوض، حضنة صغيرة، حضنة صغيرة مفتوحة، وهكذا إلى الحضنة المغلقة. يجب أن لا يكون كل إطار يحتوي على كل هذه الأشياء، يجب أن تكون الإطارات مرتبة بشكل ممتاز، خصوصا إذا كان صاحبها يجيد ذلك الأمل ونحالا متمرسا. لا ننسى في هذا المقام للخلايا الحديثة وتقييمها من خلال هدير
ونظافة الخلية. يجب كذلك أن الخلية يكون لها صوت مميز، يجب أن تكون أرضية الخلية ومدخلها نظيف تماما، يجب أن تكون الخلية الحديثة لديها رائحة مميزة لها عندما تفتحها وتضع رأسك فوق هذه الخلية، يصدر هناك ريحة، هذه الريحة إدمان، النحال المتمرس يدمن على هذه الريحة، لأن هذه الريحة هي اللي عادة ما تخلي النحال يرجع مرة ثانية للخلية لكي يشتم هذه الرائحة الزكية التي نلاحظها من الخلايا القوية. عندما تفتح خلية قوية تلك الرائحة التي تشدك إليها. فأتمنى من الزملاء ملاحظة هذا الكلام، مثلما قلنا في الخلايا البلدي كذلك الخلية الحديثة يوجد لها رائحة تسبب الإدمان، هذه الرائحة مميزة جدا ويسأل كل نحال إلى أن يشتم أبكها ويشتم ريحتها. لذلك على الزميل اللي يرغب في شراء خلايا أن تكون هذه الخلايا لديها ريحة مميزة، هذه الريحة تساعدك في تقييم الخلية، والصوت يساعدك في تقييم هذه الخلية، كذلك النظافة، قلنا نظافة الأرضية، نظافة المدخل، كل هذه الأشياء أتمنى من الزملاء مراعاتها عند شرائهم للنحل، فهي دليل وميزة توضح لك أن هذه الطائفة قوية وأن ملكتها قوية أيضا. بالخلايا الحديثة أتمنى من الزملاء ملاحظة تدرج الحضنة. أكرر هذا البند، أكرره للأهمية. أتمنى من الزملاء عند اقتنائهم لخلايا حديثة أن يلاحظوا ويشاهدوا ويفحصوا تدرج الحضنة. يجب أن تكون الخلية يوجد بها تدرج للحضنة في الإطارات، بالإطار، ليس بالإطار الواحد حضنة مغلقة أو حضنة مفتوحة وبيوض، لا، أنا أقصد إنه هناك حضنة بيوض، هناك حضنة مفتوحة صغيرة، هناك حضنة مفتوحة كبيرة، هناك حضنة مغلقة حديثة، هناك حضنة مغلقة كبيرة، هناك حضنة بدأت تفكس. هذا التدرج يوحي لك بأن هذه الطائفة ممتازة، هذا التدرج يوحي لك بأن النمط هذه الطائفة من النوعية الممتازة، هذا التدرج يوحي لك أن الملكة صغيرة في السن وأنها قوية، هذا التدرج يوحي لك بأن هذه الطائفة هي التي تناسبك وتناسب مشروعك. إذا لم تجد هذا التدرج فهناك يجب أن نضع علامة استفهام وأن هذه الطائفة ليست مناسبة لك. أتمنى أيضا من الزملاء مراعاة انتظام الحضنة. وماذا نعني بانتظام الحضنة؟ انتظام الحضنة معناته أنه الإطار يجب أن يكون يحتوي على حضنة نوع واحد، بيوض بيوض، حضنة مفتوحة صغيرة، حضنة مفتوحة صغيرة، حضنة مفتوحة كبيرة، حضنة مفتوحة كبيرة. لا نحبذ الملكة التي تبيض جزء في هذا المكان وجزء في هذا المكان، وتكون الحضنة منتشرة بشكل عشوائي، موجود فيها فراغات، موجود فيها فتحات، معناته هذه الملكة يوجد بها مشكلة وهذه الخلية لا تناسبك ولا تناسب مشروعك. كذلك أتمنى من الزملاء عند اختيارهم للخلايا الحديثة من أجل شرائها ومن أجل اقتنائها أن يلاحظوا مدى قوة التخزين، ونقصد بقوة التخزين من البروتين المقصود به خبز النحل الممثل لخبز النحل، ومن من الأسل. يجب أن تلاحظ مدى قوة تخزين هذه الطائفة، الأسل على الأطراف أو الهلالات الأسلية يجب أن ترائيها، كذلك وجود خبز النحل، يجب أن تلاحظ مدى كمية خبز النحل المخزن بهذه الطائفة، فهذا دليلك ويوحي لك أن هذه الطائفة قوية وأنها ستستطيع الصمود في أحلك الظروف، سواء كانت شتاء أو كانت هذه الظروف تتمثل بجفاف المرائي كما هو حادث عندنا بالجمهورية اليمنية. فلذلك قوة التخزين للطائفة هذا دليل على أن هذه الطائفة قوية، خصوصا تخزينها لخبز النحل وتخزينها للأسل. فعلى الأخ اللي يرغب شراء هذه الخلية أنه يلاحظ ويراعي هذا الأمر، فهذا من الأمور التي يجب مراعاتها على النحال كي يستطيع النجاح في مشروعه القادم، سواء يريد التوسع النحلي أو يريد استهداف الأسد.
لا ننسى أيضا بالخلايا الحديثة قوة الحركة، وأكررها، قوة الحركة دليل أساسي على أن هذا المنحل خالي من الأمراض، هذا المنحل لا تسيطر عليه الفروة، هذا المنحل لا تسيطر عليه النيوزيما، هذا المنحل الأداء لا يؤثرون فيه من خلال قوة السروع، من قوة حركة المنحل ككل، ومن قوة حركة هذه الخلية التي أنت اخترتها لتشتريها. أتمنى من الزملاء ملاحظة مداخل الخلايا وكمية النحل الواقف على مداخل الخلايا، يدل على قوة الخلية، كذلك قوة النحل الواقف على فتحات السروح بهدف الأمل وليس بهدف تغطيتها والانكماش، قد يكون هذا دليل آخر لا نريد الخوض فيه، وإنما اللي نقصده أن تكون هناك عدد كبير من النحلات واقفة على الباب من أجل الحراسة، نحلات أخرى يقومون بأملة خلخلة هواء وإدخال وإخراج الهواء لداخل وخارج الخلية، يكون هناك عدد كبير من الجيش الداخل والخارج في هذه الخلية، فهذا دليل على أن هذه الطائفة أو أن هذه الخلية أو أن هذا المنحل يمتلك صفات ممتازة جدا يناسبني ويناسب مشروعي، سواء كنت أريد التوسع في النحل أو كنت أريد اصطياد الأسد بمناطق والمواسم المختلفة. ما هي المشاكل التي يواجهها مشتري النحل سواء كان يريد خلايا بلدية أو خلايا حديثة؟ هناك مشاكل كبيرة جدا وكثيرة جدا يتعرض لها مشتري النحل. من هذه المشاكل سنتطرق إليها إن شاء الله في هذه المحاضرة، نحاول قدر المستطاع توضيحها للنحال اللي يرغب باقتناء الخلايا سواء قلنا حديثة أو بلدية. هذه المشاكل التي يجب عليه أن يتنبه لها وأن يستمع لما سنقوله جيدا، فسنعطي بعض المعلومات تكون مهمة وتكون إن شاء الله طوق نجاة للزملاء خصوصا المبتدئين الذين يريدون اقتناء نحلا سواء كان هذا النحل خلايا بلدية أو كانت خلايا حديثة. من أهم المشاكل التي يتعرض لها مشتري النحل، وهذا الأمر بدأنا المحاضرة به، وهو عملية الاستعجال، عملية العجلة، عملية السرعة، عملية الشراء السريع، فهذه المشكلة الأولى التي يجب على المشتري الابتعاد عنها إذا أراد أن يحصل على نحل ممتاز، إذا أراد أن يحصل على خلايا ممتازة تناسب وتناسب مشروعه سواء كان للتوسع أو لاصطياد المواسم، عليك خطوة أولى الابتعاد عن الاستعجال. وهذا الكلام بدأنا به المحاضرة لأهميته، لأنه في الميدان ألاحظ زملاء كثيرين يقعون في هذه المشكلة، يضعون في هذا العائق، عائق السرعة أو عائق العجلة، هذا بيعرضك لخسارة كبيرة. فلذلك نتمنى منك أخانا وأستاذنا وابننا النحال المشتري للخلايا أن تبتعد عن الاستعجال، أن تبتعد عن العجلة قدر المستطاع وفوق المستطاع، قدر المستطاع لا تتحرك لشراء نحل إلا إذا كنت متفرغا، وهذا الأمر بدأنا به المحاضرة، وكذلك أكرره الآن لأهميته. المشكلة الأخرى التي يتعرض لها الزملاء وهي مشكلة التصوير، وهذا الأمر أتمنى من الزملاء الذين يرغبون في شراء نحل أن يتنبهوا لهذا الأمر. هناك صور تتداول لها أكثر من سنتين وأكثر من 3 وأكثر من 4 سنوات، وللأسف الشديد يقع فيها المبتدئ ويخسر أمواله ويخسر فلوسه من أجل هذه الصور. لا تصدق للصورة اللي يرسلها لك بعض السماسرة، لا تصدق للصورة اللي يرسلها لك بعض البياعين وشرائي النحل، فهناك صور لها أكثر من سنين تتداول، وللأسف الشديد بعض الزملاء المبتدئين ينخدعون بها، يرسلون لك صورة وهذه الصورة قد أفاء عليها الزمان وغير موجودة في الأصل. لذلك عند الشراء يجب عليك أن تعتمد الفحص سواء لخلايا بلدية أو لخلايا حديثة. من أهم المشاكل اللي يواجهها الزملاء مشكلة الصور التي ترسل للزبون ومن ثم يتم التفاوض على هذه الصور، وعند الشراء لا تجد هذا الأمر، وإنما
تنقل خلايا بعيدة جدا عن الخلايا التي في بالك، خصوصا إذا كنت مبتدئا وليس متمرسا في هذا المجال. فأنصحك ولوجه الله الكريم أن تركن إلى شخص قريب عليك أنت في منطقتك، أن تأخذ معك نحال، هذا النحال هو الذي يفحص لك وهو الذي يشتري لك. لا تعتمد على نفسك إذا كنت مبتدئا، وهذه مشكلة يواجهها زملاء كثيرين. لا تعتمد الصور إذا كنت مبتدئا أو إذا كنت حتى خبيرا، لا تعتمد الصور. فمشكلة الصور أنه هناك صور لها أكثر من سنين وما زالت تتداول، وفي مناطق أخرى غير المنطقة اللي أنت أصلا ستذهب وتشتري منها. فلذلك أتمنى من الزملاء مراعاة هذا الأمر، لأنه تحدث فيه أشياء كثيرة سنتطرق إليها في باب خداع الشراء. من أهم المشاكل أيضا التي يتعرض لها مشتري النحل، بحثوا عن خلية مكتملة، بحثوا عن خلية ممتلئة، بحثوا عن خلية من البلدية من الأمام والخلف ملصقة. هذه الخلية يا حبيب للأسف الشديد ينصدم بها عدد كبير من الزملاء، ويواجهها عندما تنقل خلية من هذا النوع، الشم أسود من الأمام ومن الخلف والخلية مكتملة توصل لعندك، قد تكون ملكتها ضعيفة، قد يكون هذا الشم له مسافة له زمن بعيد، وقد يوجد بها تخزين، قد يكون مخزن نوعا من السموم، قد يكون مخزن نوعا من الأمراض، وهذه الخلية ممتلئة صحيح بالشم لكنها غير مفيدة لك. لذلك من أهم المشاكل اللي يواجهها الزملاء بحثهم عن خلية ممتلئة، فأنصح الزملاء الابتعاد عن هذا الأمر واعتماد المواصفات اللي تكلمنا عنها في باب مواصفات شراء الخلية البلدية. فهذا الأمر يفيدك كثير عندما تشتري خلية منطلقة ولا تشتري خلية منكمشة. الخلية المنكمشة لا نستطيع تقييمها، نحن وقد أفنينا عمرا بهذا المجال ونتعرض أحيانا فيها لخسائر كبيرة نظرا لأنها لا تستطيع الحكم لها، خصوصا أتحدث عن البلدي. الخلايا البلدية قد تنخدئ بالخلية كونها مليانة من الأمام ومن الخلف والشم مليان، لكن للأسف الشديد عند شرائها وفحصها والقيام بقص هذا الشم تظهر لك مشاكل كبيرة جدا كنت تتفاداها إذا استخدمت طريقة مواصفات الخلية البلدية. فأتمنى من الزملاء التنبه إلى هذه المشكلة، وهي البحث عن خلية ممتلئة بلدية. هذه قد تصيبك بخيبة أمل، وهو من المشاكل اللي يواجهها الزملاء بالميدان. كذلك من المشاكل اللي يواجهها الزملاء بالميدان طول الخلية. أحيانا قد يكون هذا الزميل مبتدئ ولا يعلم بمدى طول الخلية. هناك أطوال بالخلايا البلدية تختلف من منطقة لمنطقة، فأتمنى من الزملاء مراعاة ذلك. الآن تواجد بالسوق خلايا قصيرة جدا لا تفي بالغرض، يكون سعرها مرتفع، وعند اقتنائها تكتشف أن هذه الخلية صغيرة جدا، بلدية صغيرة، ماذا ستستفيد منها؟ لذلك أتمنى من الزملاء مراعاة هذا الأمر. فكثير من المشاكل اللي يواجهها مشتري النحل، مشتري الخلايا البلدي، يتعرض لأنه هذه الخلية صغيرة جدا، بعد ما يتم الشراء ويتم النقل يكتشف فيما بعد أن هذه الخلية كانت صغيرة وهي لا تناسبه ولا تناسب مشروعه. هناك مشاكل أخرى تتمثل في الخداع، وأتمنى أن يركز الزملاء على هذا الأمر. هناك مشاكل تتمثل في الخداع، وما هي هذه المشاكل المتمثلة في الخداع؟ الخداع والعياذ بالله هذا جانب آخر، جانب لا ينسجم مع مبادئنا كمسلمين، لكن للأسف الشديد هناك من الزملاء النحالين من يلجأ إلى هذا الأمر، خصوصا بياعي وشراي النحل ضعاف النفوس. هناك بعض الزملاء يلجأ إلى تغطية أو تكتيم أو قفل أنفاس الخلايا البلدية بطربال، يقوم بتغطية الخلية المرس كامل بطربال من الأمام ومن الخلف لمدة ساعتين 3 ساعات 4 ساعات، حتى تخرج كل النحل
والشغالات يخرجن من الأواد البلدية، يفتح من الأمام ويفتح من الخلف، فيخرج النحل ويتوهم المشتري أن هذه كثافة نحلية كبيرة وعملاقة، لدرجة أن النحل خرج من الأمام ومن الخلف ويخرج جواله ويصور فرحان بهذا المنظر العظيم، لأول مرة يرى ويشتري نحل خرج من الأمام وخرج من الخلف ما شاء الله، وهو للأسف الشديد مخدوع في ذلك بحركة دنيئة لا تتناسب مع أخلاقنا كمسلمين ولا تتناسب مع مبادئنا والمبادئ الإنسانية في جميع الأديان. فهذه سرقة بكل وقاحة. للأسف الشديد بعض الزملاء يتعرض لهذه الخدعة ولهذه الحيلة، وهذه تعتبر من المشاكل والمعيقات الكبرى التي يتعرض لها الزملاء خصوصا المبتدئين. فالزميل أو المبتدئ أو الشخص المشتري يفرح بهذا الأمر عندما يرى النحل خارجا من الأمام وخارجا من الخلف، وهو للأسف الشديد إن طلت عليه الأمر يكون قد غطوا النحل قبل مجيئه بساعات، بساعتين، بثلاث، بأربع ساعات، ويؤخرونه ويؤخرونه إلى أن يفتحون له في لحظة معينة، فيرى النحل وكأنه هذا في قوة جبارة، وهو للأسف الشديد خرج من شدة التكتيم ومن شدة قطع الهواء عنه، فخرج النحل المسكين تاركا الشم وتاركا الحضنة، خرج للخارج وينصدم صاحبنا عندما يشتري ويرجع إلى منطقته في اليوم التالي أو الثالث، فيلاحظ أن النحل الذي اشتراه ليس بالمستوى الذي نظره في أول الأمر. لذلك أتمنى من الزملاء ملاحظة ذلك وأن يكون هذا في بالهم عند شرائهم. لا تصدق النحل إلا بالفحص والفحص الدقيق. كذلك هناك أسلوب دنيء يستخدمه بعض الزملاء خصوصا المتمرسين بهذا المجال، يحضرون الزبون بعدما يقومون، وعادة هذا الأمر يعملونه في الصباح، يقومون بتغيير مواقع المرص، فيظهر للنحال عندما يقدم إلى هذا المكان وكأن النحل في حالة سروح قوي جدا، والنحل للأسف الشديد أخطأ أماكنه ويبحث عن الأماكن في لحظة هيجان قوية جدا، يقوم باللس وبالقرص، وصاحبنا فرحان لقوة المنحل، وهذا وهم. المنحل ليس قويا وإنما أمل فيه أمل دنيء، هذا الأمل الدنيء تمثل في تغيير أماكن المنحل على بعد 10 متر، 20 متر، يكون المرصات كثيرة فيبادلون ما بين المرصات، فيظهر للمشتري وكأن النحل في حركة قوية وأن المنحل أقوى منه ما فيش، وهو للأسف الشديد ضعيف أو متوسط، يباع بسعر أغلى من سعره بكثير، فينصدم المشتري عندما ينقل النحل لمنطقته ويلاحظ أن النحل ليس كما في حركته، ليس كما كان في موقعه الأول. للأسف الشديد هناك حيلة أخرى يستخدمها بعض ضعاف النفوس، وهي إحضار الزبون بعد القيام بنقل المنحل من موقع إلى آخر. عند نقل المنحل من موقع إلى آخر بالسيارة يتم نقل عدد كبير من الخلايا من موقع إلى آخر، فأثناء حركة السيارة فيخرج النحل سواء للمناطق الفارغة من الأود، وهذا الأمر في الخلايا البلدي، من الأمام ومن الخلف، فيظهر للمشتري وكأن النحل لديه كثافة قوية من النحل غطى الأقراص، والباقي خرج كمثلث متجمع من الأمام ومن الخلف بشكل ممتاز جدا، وهو للأسف الشديد بسبب النقل. لذلك أتمنى من الزملاء مراعاة ذلك وأن يكون الشراء بعد الفحص، ودائما نعيد ونكرر يجب الشراء بعد الفحص، وأثناء الفحص يجب أن تكون دقيقا في فحصك.